مين اكتر لاعب بقى كان بيحب يحضر السفره حتى لو انتوا كنتوا فطرانين في وقت الفطار؟ مين كان بيحب بقى ينظم السفره والاكل ويعمل فيها بقى اللي هو انا بوزع لكم بلح وتمر هندي اهو عشان اخد الثواب؟ لا يعني كان في واحنا في المعسكرات يعني كل واحد بيطلع بحاجه كده يعني لازم ياخد ثواب يعني هو كان بيعمل لنفسه ثواب يعني واللي يجيب مين كان اكتر حد بيحب يعمل كده؟ لا ما في كتير جدا الناس اللي بتوع الاقاليم يعني يعني مثلا ايه يجي عماره وابزار السقه والناس يقعد بقى ايه هم بيحبوا يجيبوا بقى الحاجات دي كلها واحنا قاعدين بقى ايه عايزين ناخد الثواب احنا بقى ناخد التشوات وبتاع الحاجات دي احنا فطرانين اصلا بس بيحصلوا بقى بيلموا بقى ايه بيجيبوا الحاجات اقعد انا وحازم بيجيبوا بقى العيش بقى والتمر بقى والمشروبات بقى والحاجات دي كلها يعني بيعملوا الحاجات دي كلها لا عندهم الحته دي كويسه قوي. كابتن عبد الستار ايه اكتر ذكرى في رمضان مش ناسيها لحد دلوقتي ونفسك تعيش نفس الاجواء مره تانية سواء بقى في ماتشات في معسكرات مع اللعيبه يعني اكتر حاجه معلقه معاك من زمان رمضان يعني من زمان فنفسك تعيش الاجواء دي مره تانية؟ لا ما انا وانا اصحاب هنا وانا مع اصحابي يعني زمان كنا في الشارع كنا بنعمل مهرجانات يعني دوشه جامده جدا بالذات واحنا ايه في اول يوم لما خلاص الناس كلها هتفطر بقى كل بقى بينزل بقى الشارع عشان يبقى ايه كل بقى عشان يضرب البومب بقى والصواريخ ونقعد بقى ونقعد بقى نهرج جو يعني ذكريات الطفوله الطفوله دي جامده جدا بتبقى كانت حاجه جميله حاجه كويسه جدا كل الشارع بقى بيبقى موجود في ايه موجود كله في الشارع يعني كل اصحابي في الشارع بس دي كانت احلى ايام كانت بالنسبه لي اما دلوقتي خلاص بقى مفيش بقى بتصل بيها بالتليفون بقى عاملين ايه تمام كل حاجه انتوا كويسين طب انت بتحب اول يوم في رمضان عازم ولا معزوم؟ لا معزوم بتحب تبقى معزوم؟ اه معزوم ما انا عازم انا بشيل بقى ايه بقى اتفكر بقى هياكلوا مين ولا مين هيعملوا ايه والاكل ايه وده بيحب ايه وشغلانه بقى ليه طيب وجع قلب ده انا بقى معزوم احسن براحتي بقى. طب بتحب تفطر ايه اول يوم؟ يعني افطر لا عادي يعني مش اي حاجات خالص يعني الحاجات اللي بس انا بحب التمر باللبن ده والحاجات دي كلها بحبها جدا بحب الحاجات انا اشرب بحب المشروبات ما بحبش اكلش كتير يعني